السلام عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده معايا A53 5G. خلينا نفتح على طول نشوف ايه اللي جوه الكرتونه على السريع كده. الكرتونه زي ما انتم شايفين الكرتونه الصغيره اللي جايه بدون الشاحن بدون الكفر بدون كل حاجه حتى بدون السكرين بروتكتور. ادي الموبايل خليه على جنب. عندك جوه سلك ابيض USB-C. شكل الموبايل مبدئيا الصراحه شيك جدا. انفينيتي او ديسبلاي كواد كاميرا وذ اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن وضد الميه. في نفس الحركه بتاعت كاميرا عليها زي دايره كده فضي. في ناس كتير ما بتحبش الحركه دي. من الجنب ده مفيش غير زرار الفوليوم اب والفوليوم داون وفي هنا زرار الباور. تحت مفيش الهيدفون جاك زي السنه اللي فاتت. في فقط السبيكرز والشاحن USB-C ومدخل الشريحه. الموبايل بيجي بشريحتين او شريحه وميموري ومن الطرف ده مفيش اي حاجه وفوق مفيش اي حاجه غير فتحه المايك. والظهر طبعا زي ما انتم شايفين مات بلاك مصنوع من البلاستيك. في احساس فراغ كده ورا. اللون الاسود شيك جدا. يعني انا كنت متوقع ان الموبايل علشان بالكامل مصنوع من البلاستيك مفيش غير ان الازاز بتاع الشاشه جوريلا جلاس 5 فقلت يمكن الماتيريال مش قد كده. البيلد كواليتي والماسكه لذيذه مش بطاله. من الحاجات الجميله جدا في الموبايل ده انه ضد الميه ودي حاجه بتميز موبايلات سامسونج من الفئه المتوسطه. حتى الـ A33 عاملينه برضو ضد الميه. بدا يحطوا موضوع ضد الميه ده في تقريبا كل الموبايلات حتى لو سعرها رخيص. بالنسبه للبصمه البصمه اوبتيكال للاسف مش سريعه قوي يعني لازم تدوس شويه وكمان وقع تحت شويه معرفش مكانها حاسه غلط. المفروض تبقى اسهل بكتير لو هي هنا كده ادوس على طول بتفتح بس هي تحت هنا موجوده. الشاشه هي نفس الشاشه بتاعت السنه اللي فاتت 6.5 انش فول اتش دي بلس اموليد ديسبلاي طبعا 120 هرتز. الالوان بتاعتها ممتازه جدا وده حاجه معروفه يعني عن سامسونج. والسطوع بتاع الشاشه بيوصل لحد 800 نتس وبتدعم الاتش دي ار بلس ودي من اكتر الحاجات المميزه في موبايلات سامسونج من الفئه. المعالج هو معالج سامسونج اكزونوس 1280 5 نانومتر 8 كور والمعالج ده ماشي حاله. يعني انا الصراحه لاحظت فيه شويه تهنيجات في البدايه معرفش هل التهنيجات دي من المعالج ولا علشان الموبايل عمال بيعمل ابديت وكده ولكن دي حاجه هتتعرف مع الاستخدام والوقت. وده السكور بتاع جيج بنش. السكور يعني مش سكور هايل قوي ولكن يمكن علشان المعالج لسه جديد ومفيش حاجات كتير متعرفه عليه بس اعتقد مع الوقت هيتظبط السكور احسن من كده. الموبايل بيجي ب 6 جيجا رام و 8 جيجا رام على حسب طبعا الدوله اللي انت موجود فيها وبيجي ب 128 جيجا ذاكره داخليه او 256 وتقدر تزود فوق ده كله لحد 1 تيرا. طيب بالنسبه لنقطه البطاريه ودي الحاجه اللي هم بيقولوا انها طوروها السنه دي وانه خلوا البطاريه 5000 ملي امبير بتقعد معاك يومين كاملين. طبعا هنعرف الحاجات دي كلها مع الاستخدام والوقت. وبالنسبه للشحن الشحن بقى يدعم الفاست تشارجنج 25 واط يشحن لحد 100% في حوالي الساعه ونص تقريبا. نيجي للحاجه اللي هي كهاردوير نفس السنه اللي فاتت ولكن طوروا المعالجه بتاعتها وهي الكاميرات. عندك المين كاميرا 64 ميجا بيكسل الالترا وايد 12 ميجا بيكسل والماكرو كاميرا 5 ميجا بيكسل واخيرا الكاميرا الرابعه وهي كاميرا لقياس البعد 5 ميجا بيكسل. بالنسبه للكاميرا الاماميه 32 ميجا بيكسل وخلينا نشوف دلوقتي حاجه كده على السريع. دي صوره بال 1X دي صورة الالترا وايد ودي صورة ال 2X لحد ال 10X ولكن ده كله ديجيتال زوم مش اوبتيكال زوم. ودي الصور بكاميرا الماكرو. طبعا لو عايز تصور بال 64 ميجا بيكسل لازم تدوس هنا علشان تاخد الوضوح الكامل بتاع ال 64 ميجا بيكسل. وبالنسبه للفيديو في الكاميرات اللي ورا بيصور لحد 4K 30 فريم بير سكند ولكن بيقفل لك السوبر ستيدي مود. لو عايز تفتح السوبر ستيدي مود هيجبرك على الفول اتش دي 30 فريم بير سكند. ده فيديو بالمين كاميرا تقدر تشوف الدقه بتاعته عامله ازاي لو هي مناسبه ليك ولا لا. قلب لك على طول في نفس الفيديو على الالترا وايد زي ما انت شايف الصوره بقت اعرض بكتير. ال 2X كواليتي الصراحه بتاع ال 2X لذيذ جدا زي ما انت شايف دلوقتي على الشاشه. متهيألي الكاميرات ممتازه جدا. نخش بقى على كاميرا السيلفي. خليني اخد صورتين كده. عندك زاويتين في كاميرا السيلفي في الزاويه الضيقه والزاويه الاوسع.
ولو عايز تصور بال 32 ميجا بيكسل لازم تدوس هنا علشان تحول على ال 32 ميجا بيكسل زي ما انتم شايفين في الصور اللي قدامكم دلوقتي. الصور لذيذة مش بطالة. خلينا نخش دلوقتي على الكاميرا. كاميرا السيلفي بتدعم لحد ال 4K 30 فريم بير سكند. ده الفيديو بتاع ال 4K 30 فريم بير سكند. تقدر تشوف انا حاسس ان في شوية نويز في الحتة الضلمة من الأوضة. انت قول لي انت شايف ايه، الفيديو واضح ولا مش واضح، والصوت اللي انت سامعه هو الصوت اللي طالع من الموبايل نفسه، وتقدر تحكم بنفسك هل المايك بتاع الموبايل كويس ولا لا. في نص الفيديو كعادة سامسونج ممكن تاخد صور وتقدر تقلب على الكاميرا الورا وانت في نص التصوير بتاع السيلفي زي ما انت شايف دلوقتي. وطبعا كل الكاميرات تقدر تحول ما بينها، ودي من احدى الحاجات اللذيذة جدا في الموبايل ده. خلينا دلوقتي نختبر الصوت ونشوف. بصراحة انا شايف ان الصوت حلو جدا، ودي حاجة من الحاجات اللي بتميز موبايل A50 عامة ك 51 52 و53 برضو. طبعا الموبايل بيجيلك باخر فيرجن من اندرويد و One UI 4.1، وسامسونج بتوعد انها تكمل في التحديثات للموبايلات بتاعتها لحد 4 سنين قدام، ودي حاجة من الحاجات الممتازة جدا في موبايلات سامسونج عامة. دي كانت نظرة عامة عن موبايل A53. محبتش اختبر الاداء جامد قوي والالعاب والحاجات دي، لان الموبايل لسه ما بيدعمش حاجات كتير، لسه باقي عليه شويه. كل الكلام اللي هقوله كفيرست امبريشن ما ينطبقش على الموبايل لو مثلا عدى شهر شهرين، ممكن يبقى المعالج ده اداؤه احسن بكتير قدام، ما اعرفش. فانا ان شاء الله هحاول اعمل فيديو تاني للموبايل ده بعد الاستخدام علشان اتاكد من كل حاجة وادي الموبايل فرصة للتحديثات. وبالنسبة للحاجة اللي بتوجع ناس كتير وهي السعر، سعر الموبايل ده هنا في السعودية 1600 ريال، وفي مصر حوالي 8000 جنيه، وفي أمريكا ب 400 دولار. السعر شوية ما بين العالي والمتوسط، بس يعني أعتقد إن إن شاء الله ممكن ينزل عروض عليه قدام إن شاء الله. خلينا نشوف وبس كده يا جماعة. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، متنسوش تدعموني باللايك وشير وسبسكرايب. لو عجبك الفيديو حط لايك، لو ما عجبكش دوس على زرار الديسلايك مرتين. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.